أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة نتابع إياكم من خلالها تصميم فستان العرس وفساتين السهرة. كيف يتم تصميم هذا الفستان الذي يحتاج إلى ذوق رفيع وخبرة عالية بهذا المجال؟ اليوم نحن في مشغل السيدة ناهد منى التي عرفت بتصاميمها المميزة. سنتابع هذه الحلقة من مراحل الإنتاج، كيفية اختيار الأقمشة. كونوا معنا وتابعونا. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. بدي أسألك، يعني هلأ بالبداية دائما السيدات بيكونوا محتارين خصوصا بالمناسبات الرسمية لإلهم، أنه شو ممكن أنا أحضر لمناسبة العرس أو مناسبة الخطبة؟ أنت شو بتضيفي أو شو بتحطي أفكار لهيدا المناسبة بحيث أنه ترضي جميع أذواق الزبائن؟ أول شيء بشوف شو لازم نسويها، شو بيناسبها، شو هي المناسبة، يعني مثلا إذا بتخصها كتير لا، كيف هي بتحب تركز على القماش، على الدانتيل، الشك، يعني حسب ستايل الصبية بقوم نشتغل على الفستان على الموديل. طب في حال طلبت الصبية إنه أنا بدي هيدا الموديل وأنتي شفتي إنه جسمه ممكن ما يطلع حلو عليه، بتنصحيها أو بتشتغلي مثل ما بدها؟ لا، بحاول أنصحها بدل موديل بشي يناسب جسمها، يعني مشان تطلع بأحلى شكل. يعني هذه التصاميم اللي نحن عم بنشوفها يعني محتاجة لذوق كبير ويعني دقة عالية لحتى تطلع بهيدا الدقة وبهيدا الشكل اللي نحن عم نشوفه هون، أو هيدا الشكل اللي عم بنشوفه هون. من وين تعلمتي هالقصص وهالرسم الدقيق؟ هلا أنا أول شيء تعلمت، أنا أساساً هم ماما بالمشغل على طول عم باخد خبرة وتعلم، وتعلمت كمان بالجمعية السورية لمصممي الأزياء، أخذت شهادة مصمم. أي أضافة للدوام بمشغل مع ماما على طول، يعني عنه رسم بي. أنا هلأ طالبة صيدلة بس على طول بأوقات الفراغ يعني برسم ونمي الموهبة. يعني دانتيل مشكوك بالبيت وفتراس، هو طول مبطن ستان موديل باربي. هلأ هون بيكون كله حجار، وهون طول شفاف على دانتيل على الخصر، اكتاف موديل اكتاف نازلين. تاخدي القصة اللي ممكن هي تفيد أكتر وتلاقي رغبة أكتر، ولا بتشوفي دائماً إنه شو بدها الزبونة وأنتي بتطبقي على هيدا الأساس؟ مناسبة المناسبة، يعني شو بتخص المناسبة، قريبة أو بعيدة، كيف هي حابة تكون فيه، على هيدا الأساس بنشتغل. من وين تستوحي تصاميمك؟ يعني هلأ نحن شفنا كذا موديل، هلأ عم شوف أنا جاكيت مثلاً، عم شوف شيء مميز ممكن ما شايفته قبل لا بالأسواق ولا على الإنترنت. من وين تستوحي هيدا التصاميم؟ شيء ممكن من الخيال، شيء من عروض أزياء مثلاً، باخد فكرة وبتمجها مع فكرة تانية، أو مثلاً ممكن من الجورنال، أو حسب شو بتقلي الصبية. خلينا نحكي عن هيدا التصميم اللي شايفته بيناسب كتير مناسبات، من الخطبة، من سهرة عادية ممكن تحضرها صبية لأي قريب من قرايبينا. هلأ هون الفستان صاير هو ضيق فوق شاحت، شاحت طول قديات، هو الفستان على لون فوشيا مشكوك شك ملون، هو آخر موضة الألوان، تدخيل الألوان، كتاف نازلين وشفاف من عند الصدر، شفاف من القبة، أو من هون ماشى بيات فوشيا أو كمر ستان عريض. هلا هيدا قماش سادة لون فوشيا، كتف أي كتف لا، حاطين وردة كبيرة، وردة نافرة على الخصر، ومدخلين ورود ليزر ناعمة بحجم صغير على التنورة، تنورة كلوش وكمر على وسنتر على الخصر. هلا خبرتي اكيد يعني تفوق ال 30 سنه او اكثر في مجال تصميم الازياء. بلشت طبعا كنت صغيره، كنت احب الازياء كثير، كنت انتبه على تفاصيل صغيره، لما البس فستان، لما اعمل شيء، لما يعني اشتري قطعه جاهزه او الماما تعمل لي فستان، انتبه على تفاصيل صغيره انه هي مو حلوه، هي مو ظابطه. بلشت من هون عدل بتيابي، وبعدين بلشت جرب قطعه لإلي، جرب قطعه لرفقاتي، وبعدين طبعا قويت حالي وعملت دورات تصميم ازياء وعملت دورات تفصيل ودورات خياطه، ودخلت عده مراحل دراسيه في موضوع الدعم طبعا لتصميم الازياء، لانه انا عندي الموهبه وعندي الفن بس بحاجه للدعم، بحاجه للمعلومه القويه، بحاجه ل
الاهتمام بهذا المجال هذا بده كتير انك تواكبي الموضة العالمية، بدك تواكبي كل شيء بينزل على الانترنت. مصممين الازياء العالميين اكيد يعني بيفيدوني كتير بموضوع الازياء. هلا اكيد الموهبة موجودة عندي وانا كتير بحب تصميم الازياء، بس في بده يكون عندك احترافية بالموضوع، بده يكون عندك شيء علمي درس، بدك تدرسي، بدك تشوفي المصممين العالميين كيف طريقتهم، كيف وصلوا طبعا للعالمية. فأنا بتمنى أوصلكم كنت دائما أعمل دورات، يعني كل ما كان في بالجمعية مصممين الأزياء أو أي جمعية خاصة بالأزياء في دورات كنت دائما أتابعها وأعملها، وكنت حب دائما أنه أنا أطور حالي وأوصل للعالمية، وإن شاء الله بتمنى أكون حققت شيء من اللي بدي. التصاميم طبعا بستوحي افكاري، اول شيء انا من خيالي، يعني كثير لما بدي اعمل ديزاين بتخيل هذا الموديل كيف حيطلع، كيف بدي مثلا هون الصدر الخصر، هالتفاصيل هيدي بستوحاها من افكاري. طبعا كمان بتابع الموضه العالميه، بتابع مصممين الازياء العالميين ان كان على النت او بالكتالوجات الخاصه اللي بتنزل بالازياء، كلها طبعا دائما بكون مراقبه لها لشوف شو في جديد ممكن يكون عندهم لسه انا ما بلشت فيه، فدائما بحاول اخذ فكره وانا اطورها. وفي شيء ابداع من حالي اكيد انا من ذوقي الشيء اللي بحبه، احيانا شغله صغيره مثلا ماشي بتوحي لي بموديل، هي لا ماشي بيجي انا بشتغل عليها هي اللي بتوحي لي بالموديل. احيانا بالطبيعه بكون قاعده بالطبيعه بشوف منظر حلو، شجره، غصن، كله ممكن انا جست بفستان اشتغل عليه واعطي تصميم حلو. اي شيء بالطبيعه، اي شيء بالحياه ممكن يوحي لي بتصميم حلو ومميز. هذا التصميم هو فستان بيحكي عن حضارة سوريا العريقة أكيد، جسدت يعني معظم حضارات سوريا بهذا الفستان. طبعا أول شيء رسمت أنا على التنورة مسرح أسرة الأسري، هو المسرح طبعا معروف ومهم قديم. في عندي أعمدة تدمور، في عندي بوابة المصري اللي موجودة هون باللاذقية، في عندي بوابة تدمور، طبعا كل هذا بيحكي عن حضارة سوريا العريقة والأمينة. طبعا كله الرسم على مقاس العارضه ونشغل على طول، وكله بالخشبيات وبالبيات وبالاستراس، وطبعا المواد اللي هي شيء موجوده من الطبيعه مشان يكون الفستان قريب من الطبيعه. هذا الفستان حضاره سوريا، هذا بينعرض بالمناسبات طبعا قوميه ووطنيه، وبعروض الازياء انا في احد عروضي نزلت هذا الفستان لاقى اعجاب كثير. كان يعني معظم الناس تسأل عن الفستان بالدرجة الأولى، إنها كيف مشغول، شو قصته وكيف، فأنا شرحت لهم عن الموضوع إن هذا فستان خاص بالحضارة السورية العريقة. طبعاً هيدا بمراحل الأولى من الرسم، طبعاً هو الفستان إحنا شغلناه وجسدناه كمان بأحد العروض، كان عبارة عن حرير ماش وحرير وقتها أزرق، الصدر كان بربي وبينات وشاك. جسدت فيه بيكون الفستان بيحكي عن الحسد، عن العين، حطيت فيه العين بطريقة فنية حلوة على الصدر طبعا وعلى الوريك، يعني عملت فيها حركة حلوة، وأنا يعني كان له رمز إنه هيدا للحسد وللعين، حطيت فيه العين وكانت العين طبعا لونها زرقاء مثل ما الناس تتفائل بموضوع العين الزرقاء. طبعا هي لا ماش حسب الموديل، هلا هيدا الفستان بده قماش حرير لأنه كان واسع، قصته كان الدبل كلوش واسع من الورد نازل لتحت، لازم يكون القماش ناعم في انسيابية وطبعا يكون مريح باللبس. هذا كان حرير طبيعي هذا الفستان. هلا هيدا فستان العرس أنا عملته طبعا قصة ضيقة عند الورد، طبعا من الركبة لتحت كان واسع وفي كديات وفي شاك طبعا مثل ما شايفينه، وكان مشغول كله شك، هيدا كان في حجر، شورافوسكي، ستراس صغير، بيات طبعا، سيلان، خرز مبروم، كسر، كان في كله رسم وشك. اكيد في تنوع كتير بالقماش. هلا الفستان الواسع ماش يختلف عن الفستان الضيق العرس، في عندك الرزمير، في الستان، التولي، الاورغانزا، الشيفون، الدانتيل، في قصص كتير، مجاله كتير كتير واسع، كل موديل له قماش خاص فيه مستعمل. فيني فرجيكي نماذج إذا بتحبي تفضلي. هلا هدول أقمشة لفستان السهرة، في عندي الدانتيل مثلا، هيدا دانتيل نافر بوردو، فينا نشوفه،
مثلا هيدي قماشة دانتيل بوردو، نحن طبعا بنشيك كم دفلة البيت ويكسر مشان تعطي رونق ولمعة. ممكن تتبطن باللحمي، ممكن تتبطن بالبوردو، الرزمير البوردو اللي هي نفس اللون، لانه في ناس بتحب الشيء الناعم ما بتحب الاوفر كثير. هيدا حسب ذوق الصبيه اللي بدها الفستان، يعني هيدا حسب الموضه. كمان هيدا دانتيل في الوان واشكال مختلفه، رسومات مختلفه. طبعا هيدا لون تفاحي كان موضه كثير السنه، اللون السماوي كثير حلو كثير موضه. هيدا دانتيل بيجي طبعا ساده ونحن بنشكه وبنضيف له لمساتنا الخاصه ليعطي لمعه على الفستان. ذهبي زيتي، طبعا في تشكيله البلاتيني الذهبي الفيروزي الاحمر، تشكيله الوان واقمشه متنوعه. هي ماشي مشان فستان عرس، ممكن طبعا نقصها وننسقها باشكال مختلفه، اعطيها شكل هرمي، اعطيك العرق لوحده حسب التصميم اللي انا محضرته لهيدا القماش. طبعا كله كان ساده ونحن شكيناه وزبطناه لعطى هذا الشكل، دخلنا فيه اللولو والبيات طبعا والخرز والموضوع الشك، لولو كبير لولو صغير، اشكال مختلفه منشان يطلع الفستان مميز. طبعا هي قماش دانتيل مطرز ورد ناثر طبعا كله مشكوك، هي لفستان عرس واسع بتزبط على فستان العرس الواسع الباربي بالدرجه الاولى. هيدا الكونتور ممكن نحطه على دائره الفستان، بعدين هدول العروق كلها بنقصها عرق عرق او بنحرقها طبعا بنشيلها وبنعيد تنسيقها حسب رسمه الفستان او موديله. ممكن نحطها على اللحمي، ممكن نحطها على الاوف وايت، ممكن يعني حسب الموديل التصميم اللي نحن حاطينه. هلا دائما الصبية بتحب تكون يعني انيقه ومتالقه بهذا اللون، بدها شيء مميز لحتى لابسه ابدا ابدا. اهم شيء عندها ان يكون فستانها عم ينشغل او عم يتصمم للمره الاولى. كل الصبايا بيتعجبوا بهي القصه، احيانا بشوفوا شيء على النت بيعجبهم بس بيرجعوا انه لا انا بدي تصميم جديد، بدي شيء ما حدا شايفه. كمان هي دانتيل طبعا نحن بنشكها كونتور، فيها ورد ناثر، فيها زخرفة نباتية، فيها ورق، فيها كغصن شجرة. كمان هي كله بنقصه وبنشتغل عليه وبننسقه على الفستان. ممكن فرجيكي فساتين مشغولة من هيدي القماشة. فستان العرس هو اللون التقليدي لإله هو الأبيض، بس هلا موضة أكثر الأوف وايت، وبالنهاية لون البشرة العروس هي اللي بتحدد إن كان أبيض أو أوف وايت. لا، البشرة البيضاء بيلبق لها الفستان الأبيض أكثر، اما البشره اللي بيكون لونها على حمتي وعلى سمار شوي فهي بالبقلة الاوف وايت بيطلع احلى عليها. طرحه العروس طبعا مهمه كثير يوم العرس، والصبيه بتحلم بهذا اليوم لتحط الطرحه، ما بينحط طبعا طرحه العرس الا بهذا اليوم. اذا الفستان ضيق نحن بنعتمد، والحفله طبعا كبيره، نعتمد اما الطرحه الطويله اللي عليها دانتيل اللي عليها شاك ستراس مع الفستان الضيق، أو بيكون عندنا شاحط طويل وممكن طرحة قصيرة. والطرحة الطويلة كمان بتنحط على فستان الباربي طبعا إذا كان الفستان شاحته صغير والمكان واسع، فنتبع موضوع الطرحة الطويلة المزخرفة من روح الفستان. نفس الدانتيل، نفس الشغل، نفس هي التفاصيل بتكون موجودة بالفستان، بتكون موجودة على الطرحة بطريقة أكيد فنية وبتلفت نظر بطريقة حلوة. هيدا بوند للشعر، بتحطوا العروس على شعرها طبعا بدال التاج اذا ما هي بتحب موديل التاج، وحسب موديل شعرها. هذا من روح الفستان كله كريستال، ما في شيء فضي، ما في اللمعه اللي هي ما بتحبها، كريستال شورفوسكي باحجام واشكال مختلفه، تنسق حسب طبعا موديل الفستان. رح نحكي عن تاج العروس. ممكن العروس ما تحب البوند، تحب التاج، انه هي مره بالعمر حتحط هيدا التاج. ممكن يكون طبعا هيدا مقاس وسط بشكل دائري، بده يكون طبعا الشعر مرفوع، طبعا هذا اختصاص الكوافير، بس طبعا انا بنسق مع الكوافير انه شو بيناسب موديل شعر العروس مشان تحضر لك تاج. طبعا بعد ما رسمنا الموديل وحطينا الزخرفه اللي بدنا اياها وكملنا كل شيء كان تمام، بدنا نطبع هي الرسمه على القماشه اللي بدنا نشتغلها. طبعا اكثر الاحيان مطبعه بتكون لسهوله الشغل، يعني طبعا الرسمة على الترمحة كربون ومنطبعها بالشكل الكامل، بعدين بنشدها على النول لنبلش مراحل العمل اللي هي الشغل على النول
وضع الشكل برق الخرز الشكل النهائي لإلا. هلا مرحلة طبعا نحن طبعنا وشدينا القطعة على النون، في عنا تجسيد الموديل اللي بدنا اياه. طبعا هون حطينا البيات، شكينا الحجر، الخرز، طبعا فينا نقلب النول ونفرجيكم الشغل كيف بكون. بعد الشك النهائي خلص الشك، هلا طبعا بنحط مادة مثبتة لحتى ما يكر الشك يبقى ثابت وما يتغير تفاصيله. دانتين نحن شكيناه وقصيناه وبلشنا نركبه ننسق الشكل اللي بدنا اياه على الفستان. طبعا هيدا فستان خطبة مطلوب استراس ناعم، الاستراس الناعم ما بكون فيه له ثقوب، فنحن بنضطر نلزقه تلزيق، هو اساسا موديله تلزيق. طبعا هون عم بيوزع الاستراس على الفستان حسب طلب صاحب. جينا على مشغل الخياطة، هون عنا مرحلة القص، تنورة عرس، طبعا هيدا الباترون تبع العرس، حطينا كم فستان بدنا، 2-3 حسب المطلوب، ورح منقصه، ممكن تقصه، رح نقص هيدا الباترون الأساسي اللي هو الريزمير أو الستان حسب الموديل اللي نحن عم نشتغل عليه. خلصت مرحلة القص طبعا للستان، بعدين منجيب الطول كمان منقص الطول نفس الطريقة. بعدين عنا مرحلة تنزيل الدانتي، خلص تركيب عروق وخلص أموره، بدنا نبلش مراحل الكوي. مشاهدينا مثل ما تابعنا بهذه الحلقة، يعني نحن استثمرنا هذه الحلقة لنبرز شغل السيدة ناهد منى، واللي هي استغلت الحرف القديمة واللي هي بتعبر عن تراثنا مثل الشك على النول والتطريز لحتى تبرز جمالية الفن العربي بالتصاميم اللي عم بتقوم فيها، إن كان فساتين أعراس ولا فساتين سهرة. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.